نشوف كده المسألة دي يا شباب مع بعض. بيقول ميم والنون دائرتان متطابقتان، برضو دي من الحاجات اللي انا بقول لك عليها في الامتحانات. لو سمحت لازم تقرا المسألة اللي على اليمين بيبقى الكتابة وعلى الشمال الرسم. لازم اقرا الكتابة كويس جدا، لان في حاجات ممكن يكون هو حاططها في الكتابة مش موجودة على الرسم. تيجي تقول لي اصل انت ما قلتليش، اقول لك ليه ما قريتش. يبقى هنا بيقول في الدود دائرتين متطابقتين، يبقى الدايرة مين بتطابق الدايرة نون، يعني انصاف اقطار الدايرتين متساوية. بيقول ايه بقى؟ بيقول رسم ألف ف يوازي ميم نون. ألف ف قطع الدايرة مين في ألف وب، وقطع الدايرة نون في جيم ود. عايز يثبت، بصوا يا شباب بقى الحتة اللي هو عايزها دي. بيقول اثبت إن ألف جيم يساوي ب د. إيه ده يا مستر؟ ايه يا مستر؟ يعني اقدر الافعال كده، يعني عايز الجزء الاحمر ده يساوي الجزء الاحمر ده. انا قدام المساله اهي، واحد يقول لك اسكت جاب لنا المساله صعبه، والجاب عمل، والعمل بيقول لك اعمل كذا، يعني المساله بتقول لك اعمل كذا. هو عامل مديني دايرتين، تمام؟ لو انت بصيت على ا ج ده عباره عن مين ومين؟ ا ب ومين؟ طب ما ا ب ده ايه؟ وجيم د قطر. وانا واخد دلوقتي نظريه بتقول الاقطار لما تتساوى الابعاد تتساوى، الابعاد لما تتساوى الاقطار تتساوى، صح؟ طب هو فين الابعاد؟ هي فين الابعاد؟ هي العلاقه منين؟ البعد ده بينزل منين لو سمحت؟ من المركز. طب في حاجه هنا نازله من المركز، يبقى هضطر اعمل ايه؟ هو اللي بيحط الامتحان يقول لك انا جبت من طالب مساله فيها عامه. ده العمل بيقول لك اعمل كذا، يعني مش عمل ضابط بقى ولا عمل يخلينا نلف حوالين نفس في اللجنه. هنعمل ايه بقى؟ نقول ايه؟ ها؟ نعمل ايه؟ ايوه، ايه هو العمل بقى؟ هنزل من ميم، هنزل من ميم سين على ايه؟ هنزل على ميم على عمود او شعاع كده، ميم سين اهو، ادي سين اهو. يبقى العمل نرسم ميم سين، ولما تيجي تكتب نون ميم سين نقول ميم سين شعاع. عمودي على مين؟ لحد كده في تلات كلام. ونرسم ايه برضه يا رجاله؟ نرسم نون صاد عمودي على مين؟ طبعا لسه انا سامع زميلك المصري ما عامل فيها التوصيل. اصبحت المساله دلوقتي نبص كده مع بعض، انا بقى واحد في عمليه كده وعايز احل المساله. هو الف ب ده وطر وجيم دال وطر، ده في الدايره مين وده في الدايره ايه؟ نون. طب تعالى نبص كده، هو الف ب عباره عن ايه؟ الف ب زائد ا. طب ب دال عباره عن ايه؟ ا ب زائد جيم دال. طب مش انا لو ثبت ده بيساوي ده ورحت ضايف ده ليه يحصل حاجه؟ انا يحصل ايه؟ يحصل ان المطلوب اللي ده بيساوي ده. يعني المسألة دلوقتي اتحولت ان انت عايز تثبت ايه بقى؟ ها؟ عايز تثبت ألف ب بيساوي مين؟ دال ج. ده خد عندك بقى، ده انا مش عايز اثبت ان ألف ب بيساوي ج دال، ده انا عايز اثبت ايه؟ ميم سين. الله ينور عليك، ميم سين يساوي نون صاد. شوف انا عمال احول المسألة لايه؟ عمال احول المساله ليه؟ هو بيقول اثبت ان ا ب بيساوي ب د، رحت قلت له لا ده انا عايز اثبت ان ا ب بيساوي ج د، لا ده انا مش عايز اثبت ان ا ب بيساوي ج د، ده انا عايز اثبت ان البعد ميم س يساوي البعد مين؟ نون ص. اثبتهم ازاي بقى؟ ها؟ اثبت ازاي؟ ان ميم س يساوي نون ص. خلي بالك في جزء انت ما استخدمتوش، التوازي. مش ميم س عمودي على ا ب؟ ونون صاد عمودي على مين؟ يبقى ميم سين بيوازي نون صاد. الزاويه دي 90 داخلتين وفيها واحده منين؟ صح كده؟ مش دي 90 ودي كام؟ 90. زاويتين داخلتين وفيها واحده من القاطع اللي هو ا ب، يبقى ميم سين يوازي ومين بيوازي مين اصلا؟ ميم نون. يبقى اذا الشكل الف س ص نون، واحد يقول لي مستطيل صح و10 على 10، واحد يقول لي متوازي اربعه وفي زاويه قايمه يديني مستطيل اقول له 10 من 10. نفترض هقول لك الطلبه هتكتب ايه؟ في طالب هيكتب اذا الشكل ميم س ص نون ماله؟
مستطيل صح 10 10 بشرح لك حاجه. في طالب كتب اذا الشكل ميم سين صاد نون متوازي اضلاع وبما ان زاويه سين قائمه اذا الشكل مستطيل 10 10. شوف انا ريحت ازاي ودي حلاوه الهندسه عن الجبر. كل طالب يقول لك الجبر الهندسه احلى لان الهندسه ممكن تكتب كده تكتب كده. المهم في الاخر نوصل لان ميم سين صاد نون ماله مستطيل وكل ضلعات متقابلين في المستطيل ماله هم متساويين في الطول. يبقى اذا ميم سين ها يساوي النون ايه؟ البعد يساوي البعد. يبقى اللي يحصل الوتر بيساوي الوتر. يبقى اذا الف ب بيساوي حضيف مين للطرفين؟ هقول له باضافه ب ج للطرفين. احنا قلنا ان الالف ب بيساوي الجيم ده حضيف سي حضيف ب ج هنا وحضيف ب ج هنا. اذا الالف ج طلع بيساوي مين؟ ادي مساله اهي. هو ممكن بقى كل حاجه كان لو كنت جبت مساله فيها عمل للطلبه بتاع عمل ده الطالب عارف ان هو هيعمل حاجه ليه؟ في لان مفيش حاجه رابطه بين مين المركز بمين الوتر. احنا شغلنا كله شغال على مين في الجزء ده؟ على المركز وعلاقته بالوتر. تمام. ادي مساله اهي واحد يقول لك دي اي مساله اللي في الامتحان انا عارف ان 99.99% منه هيحل على طول ان شاء الله. بس اهم حاجه تكتب بالقرآن مرتب ما تتنططش في المسألة. ما تروحش تقول لي مين نون بيوازي سين صاد وبما ان سين عمودي ونون صاد عمودي وب ج بيساوي لا ده ما ينفعش. بقول لك زي ما تكتب موضوع التعبير. هل انت بتلاقي مثلا 10 طلبة جايبين الدرجة النهائية في التعبير هل الموضوع واحد ولا كل واحد بيكتب باسلوبه بس كله بيدور في ايه؟ في نفس الفكرة اللي انا عايزها. تمام؟ بس ده بقى بكتب باسلوب ده بكتب باسلوب ما بيروحش. يعني انت هنا لما بتشتغل مش هتروح تقول لي ميم سين صاد نون شبه منحرف يبقى انت كده بتقدس تقول لي ما انا بكتب باسلوب. لا طبعا لا طبعا. انا قلت لك ميم سين صاد نون مستطيل تمام. واحد كتبها مره واحده واحد قال ده متوازي اضلاع ثم يقلب مستطيل تمام. فهمنا؟ خلاص. ده بالنسبه للاوتار والابعاد. الكلام مع بعض المساله دي يا شباب مساله جميله جدا على الاوتار والابعاد برضو. بيقول لي ا ب ج مثلث فيها ألف ب بيساوي ألف جيم. رسمت الدائرة اللي قطرها ب جيم فقطعت ألف ب في د وقطعت ألف جيم في ه. رسمت ميم صاد عمودي على ب د ورسمت ميم سين عمودي على ه جيم. هو عايز يثبت إن ب د يساوي جيم ه. طب تعالوا كده نشوف مع بعض ب د وجيم ه. عايز أثبت إن الوتر يساوي الوتر. يبقى إذا إحنا كده هنحاول نثبت إن البعد اللي هو ميم سين وميم صاد متساويين. لان احنا قلنا لما البعد يساوي البعد يبقى الوتر بيساوي الوتر. زي ما اتفقنا مع بعض قبل كده لازم استفيد من كل حاجه هو مديهالي في المعطيات. هو مديني ان الالف ب بيساوي الالف ج. طالما مديني الالف ب بيساوي الالف ج يبقى على طول المثلث الف ب ج مثلث متساوي السطحين اذا قياس زاويه ب بتساوي قياس زاويه ج. في عندنا احنا كده قاعده في الهندسه بتقول لو انا عايز اثبت م س يساوي م ص يعني عايز اثبت ان القطعه المستقيمه دي تساوي القطعه المستقيمه ديت. لو القطعة المستقيمة دي في مثلث والقطعة الثانية في مثلث فطبق المثلثين عشان أقول إن الضلع ميم ص يساوي الضلع ميم ص. فأنا هطبق المثلثين ب ميم ص وج ميم س فيهم ميم ب بيساوي ميم ج. واحد هيقول لي عرفت منين؟ هقول لا إحنا خلاص بقى عرفنا الكلام ده من زمان إن هنصفق طار الدايرة الواحدة متساوي في الطول. عندي زاوية ب بتساوي زاوية ج لأن هو مديني المثلث متساوي السطحين. عندي زاوية س بتساوي زاوية ص بتساوي 90 درجة. إذا ينطبق المثلثين، المثلثين انطبقوا وطلع إن الميم س يساوي الميم ص يعني البعد يساوي البعد يبقى الوتر بيساوي الوتر. فأنا لما ثبت إن ميم س بيساوي ميم ص طلع عندي الوتر ب د بيساوي الوتر ه ج. يبقى إذا هنا المسألة أما تجيلي ببدأ أفكر مع نفسي أقول أنا عايز أثبت وتر يساوي وتر يبقى عايز أثبت بعد يساوي بعد. يبقى هو طالب مني حاجة وأنا بوصل المطلوب اللي هو عايزه دوت لمطلوب تاني إن أنا عايز أثبت إن البعد ميم ص يساوي البعد ميم س. فبطبق المثلثين ب ص م وج ب س وقلنا التطابق بتاعهم مشهور. ممكن المسألة دي يا شباب تجيبكم بمطلوب تاني يقول لك أثبت إن أ د يساوي أ ه وهسيبها لك تثبت لي. يعني ممكن يجي في الامتحان يقول لك اثبت ان أ د أ د ده بيساوي أ ه. ماشي نفكر فيها كده وان شاء الله بكره ولا بعده هندي محصة مراجعة هندسة تانية نحلها مع بعض ونشوف هنحلها ازاي. طبعا ما تنساش
ان، يعني هو اللي بيقول لك اسكت اللي بيه ايه بتساوي ام هات، اسف في ده بتساوي ام هات، هو المطلوب تاني ممكن يجي يقول لك اسكت ان الالف ده بيساوي الالف ايه. نشوفها ان شاء الله مع بعض، وبكده نكون راجعنا على ترتيب الابعاد وعرفنا ان الوتر بيساوي الوتر، يبقى البعد يساوي البعد، ولو البعد يساوي البعد يبقى الوتر بيساوي الوتر. ان شاء الله زي ما شفنا كده المسائل كلها بتيجي بسيطه، بس اهم حاجه ترتب الافكار بتاعتك، ما تمسكش القلم وتكتب البرهان على طول، لا تبدا تمسك المساله وتشوف المحطات اللي هو مديها لك وترتب البرهان بتاعك كده. وزي ما اتفقنا قلنا بنكتب البرهان عمودي كده، ما نكتبوش كله في سطر واحد، لا بنكتبه عمودي، يعني يكون مثلا في الدائره مين، في الدائرة مين، هطبق المثلثين، اقول في المثلث ب م ص و م س في هما، وافتح قوس التطابق 1 2 3، اذا انطبق المثلثين وانتم عشان تعرض اجابتك عرض كويس، وان شاء الله ربنا يوفقكم الدرجات النهائيه باذن الله تكون من نصيبكم باذن الله.